هذه الحلقة برعاية Assassin's Creed Origins على الإكس بوكس 1. السلام عليكم. في ألعاب تأخذ وقت طويل في تطويرها، غالبا حول 5 سنين، ولكن في ألعاب تأخذ أكثر من 10 سنين ولكن نادر ما نشوفها. في هذا الفيديو راح أذكر لكم 5 ألعاب أخذت أكثر من 10 سنين في تطويرها. لعبة ديابلو 3 اشتغلوا عليها لفترة طويلة، ومحبين السلسلة ما صدقوا انهم راح يشوفون جزء جديد من ديابلو، واعلنوا عن الجزء الثالث بعد سنة من نزول الجزء الثاني، ولكن تفاجئوا انهم راح ينتظرونه لأكثر من جيل واحد. بس السؤال هو ليش اخذوا كل هالوقت عشان يطورون لعبة ديابلو 3؟ والسبب هو غير معروف، لان الشركة جدا متحفظة بالسبب والقصة، ولكن في النهاية نحمد ربنا ان اللعبة نزلت، وكمان لا ننسى انه كان في العاب حلوة من بليزرد ذاك الوقت. لعبة نيو احد الالعاب الجميلة اللي نزلت هذه السنة، واللي نزلت لجهاز بلاي ستيشن 4 في بدايته كحصرية للجهاز. بعد 8 شهور من نزوله نزل له نسخة على البي سي، واللعبة ماخذة من افكار سلسلة سول من ناحية الصعوبة والنقاط اللي تجمعها وغيرها. فريق تطوير تيم نينجا، واللي سوى العاب جميلة مثل سلسلة نينجا جايدن، ولكن الفريق اخذ وقت طويل جدا في تطوير لعبة نيو، واللي استغرقت 13 سنة، وبدأوا في تطوير اللعبة سنة 2004. Final Fantasy 15 كانت من أكثر الألعاب المنتظرة لعشاقها، وعرض لها أكثر من نسخة لأسلوب القتال، مرة أكشن ومرة تبادل أدوار، وكان المفروض تكون من ضمن الثلاثية Final Fantasy 13، وكان في بداياته كان باسم Final Fantasy 13 Versus، وبعد فترة غيروا الاسم إلى 15، وأول عرض للجزء كان في عام 2006، وبعد 10 سنين اللعبة صدرت في عام 2016، وكانت الخطة أنها تكون حصرية لبلايستيشن 3، لكن مع الزمن تغير الوضع ونزلت اللعبة على جهاز بلايستيشن 4 والبي سي والإكس بوكس 1. لعبة ديوك نيوكم فوريفر، اللعبة التي اعتبرها الكثير أنها مسخرة. قصص التأجيل لهذه اللعبة الشهيرة كانت جدا جدا كثيرة. فريق التطوير سوى لنا هذه اللعبة لأكثر من جهاز، وعملية التطوير استغرقت 14 سنة. تخيلوا 14 سنة بعدين في النهاية ينزلون اللعبة التعيسة هذه. الكشف الأول عن اللعبة كان بعام 1997 مع موعد إصدار في سنة 1998، ومن بعدها بدأت أطول تأجيلات في عالم الألعاب. وفي عام 2001 أعلن فريق التطوير بأن اللعبة سوف تصدر حينما تكون جاهزة، والناس ما كانوا يتصورون أنها بتتأجل 10 سنين من بعد 4 سنين تأجيل. ولكن في عام 2010 وبعد انتظار 14 سنة أعلنوا عنها نهائيا وأنها راح تصدر عام 2011، وأيضا بعد ما قاموا بتصميم اللعبة من الصفر 6 مرات. Unreal World، هذه اللعبة الكثير راح يتفاجأ منها، وأيضا عندها رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية، والرقم القياسي هو اللي أطول لعبة أخذت وقت لتطويرها، وأخذت فترة أكثر من ديوك نيوك، واللي استغرقت 14 سنة مثل ما انت عارفين، وهي ثاني أطول لعبة تم تطويرها. كم تتوقعون أخذ وقت لتطوير لعبة Unreal World؟ بعطيكم ثواني تفكروا فيه واكتبوا في الكومنت. أخذت 26 سنة في قيد التطوير. مع كل هذا الوقت حسنوا شوي الجرافيكس، يعني زي ما انتم شايفين الجرافيكس يعني تحسن. بس وش السبب انهم اخذوا كل هالوقت؟ لانه ما عندهم اي شركة تضغط عليهم مثل شركات التوزيع، فاخذوا راحتهم بالكامل. بس ولكن طولوا بزيادة 26 سنة، وعلى فكرة بس 2 شخصين يطوروا اللعبة. كذا نوصل لنهاية المقطع، ان شاء الله عجبكم المقطع، اذا عجبكم لا تنسى الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وايضا في مقاطع ثانية حلوة حق 5 اشياء تقدر تشوفونها في الليستة تحت، وايضا في توب 10 وفي فيديوهات ثانية، روحوا شوفوها وشيكوا عليها ممكن تعجبكم. كان معكم أخوكم عمران الحازمي، نشوفكم بألف خير ومع السلامة.